صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ينتشر عند بعض العوام في بلادنا أن سورة الواقعة من فضائلها أن تقرأ قبيل المغرب، وأيضا تقرأ قبل النوم، وذلك لأنها تمنع من الفقر، فهل ذلك صحيح؟ والله ما أعلم شيء من هذا، ما أعلم دليل على هذا التحديد قبل النوم، لا أعلم قبل المغرب، يحتاج إلى دليل صحيح. فالذي يقول هالكلام يجيب دليل عليه، دليلا صحيحا. نعم.